عز التعريس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل حاجات كده بسيطه وحاجات انطلبت مننا وان شاء الله تعجبكم جدا جدا جدا. بس قبل ما نبدا عايز اذكركم بصفحتنا، صفحه حياه تي في، ابعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه عشان خاطر نعمل لكم زي ما هنعمل النهارده كبسه اللحمه. كبسه اللحمه هي اكله حلوه قوي سعودي هتعجبكم، لان طبعا فيها نكهات وفيها حاجات روعه الروعه. واحنا بنقول المقادير عايز اوريها لكم. طبعا هنجيب اللحمه هنا ونيجي هنا نشيل بس الغطا او نشيل حته الشاش دي، هقول لكم انا حاططها ليه عن الحاجات بتاعتنا او المنكهات بتاعتنا. يلا بينا نقول المقادير. انا عندي كيلو من اللحمه الضاني، كيلو من اللحمه الضاني متقطع قطع كبيره كده، وعندي كمان هسلقه في ميه فيها بصل وجزر وكرفس وورق دوره وحبهان، وبعدين عندي سمرتين بصل متقطعين مكعبات كبيره شويه، وكمان عندي ثلاث سمرات طماطم مبشورين، ومعلقتين صلصه طماطم، ومعلقه كركم، وثلاث ليمونات ناشفين، وعندنا خمس وحدات من القرنفل، وخمس وحدات من الحبهان، وقطعه من الخلنجان هوريكم شكلها دلوقتي، وعندنا كمان ثلاث اربع عيدان قرفه، وثلاث معالق من السمنه، وكيلو رز بسمتي منقوع. ويلا بينا تعالوا بس نشوف المنكهات بتاعتنا دي. هنا الليمون الناشف ده اهو يا ياسر، الليمون الناشف ده موجود في كل مكان، ده بيدي طعم مختلف جدا جدا. القرفه الخشب طبعا كلنا عارفينها. هنا القرنفل والحبهان قطع صغيره اهي، اقربها لكم شويه اهي تمام. وطبعا ورق اللورا كلنا حافظينه، لكن قطعه الخلنجان دي بقى بتدي طعم ونكهه غير طبيعيه جوه الكبسه بتاعتنا، بتدي طعم غير طبيعي، طعم حلو قوي يا جماعه. قطعه الخلنجان دي في منها ناعم وفي منها خشن، بس احنا بنستعمل الخشنه دي عشان بعد كده ممكن نشيل كل الحاجات دي من الاكل تمام. قبل اي حاجه هعمل ايه؟ انا طبعا ما بحبش الحاجات تيجي ببقي، يعني ما بحبش ان طعم مثلا الاقي كده قطعه من الحبهان او قطعه من القرنفل تيجي في بقي، فعشان كده هناخد الخلنجان وناخد الحبهان والقرنفل نحطهم في قطعه شاش كده تمام اهم، وممكن كمان ورق اللورا لو حابين، ولكن الحاجات دي ممكن تتشال عادي اهو. انا حطيت هنا قطعه الخلنجان، حطيت عليها كمان الحبهان والقرنفل في شاشه. الحاجات الكبيره دي سهله ان احنا نشيلها. وبعدين هنعمل ايه بقى؟ اهو بعد ما حطينا كده هنقفلها عليها كويس قوي، ونربطها يا اما نربط قطعه الشاش نفسها يا اما نربطها مثلا بفتله او دباره، فيستحسن ان احنا تكون مربوطه كده اهي تمام. نربطها كويس قوي علشان ما تفكش معانا اما تتحط جوه الاكل بتاعنا. بعد ما ربطناها تعالوا بينا بقى نشتغل ونعمل مع بعض الوصفه بتاعتنا من اول للاخر زي ما هتشوفوا دلوقتي. جميل كده، لازم اربطه كويس عشان ما تفكش، ونرجع تاني لنفس الحكايه، لان انا بشوف ناس كتير قوي تقول لك اصل انا ما بحبش القرنفل يجي او القرفه او الحبهان تيجي تحت اسناني. القرفه هقدر اشيلها، لكن الحاجات الصغيره دي ما بقدرش اشيلها. الميه بتاعتي بتغلي اهي، فهجيب عليها تمام كده المنكهات بتاعتي اللي هي البصل اهو والجزر والحبهان والكرفس كله 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 كده، وننزله مره واحده ونسيبه لمده ثواني يغلي علشان النكهات دي هتبقى معانا في اللحمه نفسها، يعني اللحمه هتتشرب من النكهات دي غير النكهات نفسها بتاعت الكبسه. نيجي هنا حلو، ندخل كده اللحمه اهي بتاعتنا، قطع من اللحمه الضاني قطع كبيره كده حلوه، وبعدين نغطيها ونسيبها لغايه ما تستوي معانا. تستوي سوا كامل؟ لا، تستوي ثلاث ارباع سوا، هنسيبها كده تستوي معانا ثلاث ارباع سوا زي ما قلنا. ولكن طبعا انا علشان وقتنا فانا مسوي اهو، وكمان
هات المرقه دي يا محمد، خلها هات. شكرا. حلو قوي. مسوي ومصفي المرقه بتاعتي. يعني ايه مسوي ومصفي المرقه بتاعتي؟ يعني بعد ما استوت كده ثلاث ارباع سوا، ده شكل اللحمه اهي بتاعتنا بعد ما استلقت معانا ثلاث ارباع سوا، وادي صفيت من المرقه بتاعتنا شويه. هقول لكم هعمل فيها ايه. اهو اللحمه بتاعتي بعد ما استوت اهي ثلاث ارباع سوا، هناخدها نقول بسم الله، وناخد بقى السمنه ننزلها في جوه الحله بتاعتي. ممكن زيت يا شيف يسري، ممكن زيت، ممكن زبده، ممكن زبده، كل اللي انتوا عايزينه، ده حاجه بتاعتكم انتوا. وبعدين نجيب معلقه خشب وننزل البصلايه متقطعه زي ما قلت، مش مبشوره، متقطعه قطع باينه يعني، تمام. ونقلب لغايه ما يبدا تدبل معانا البصلايه شويه. الكبسه سهله وطعمها حلو قوي، وجربوها هتعجبكم، وتعتبر اكله فيها بروتين وفيها كمان نشويات وفيها طبعا خضروات وحاجات كده، فعشان كده تعتبر وجبه كامله. حلو قوي. نقلب كويس قوي كده لغايه ما تبدا تدبل معانا. اول ما هتدبل معانا هنزل عليها بقى بالمنكهات بتاعتي، اللي هي الليمون والقرفه ورق اللورة والحبهان والخلنجان وكل الحاجات دي مع بعض. زي ما انتم شايفين اهي، دي الحاجات دي كلها. انا طبعا هنا عشان خاطر اللي لسه بيحضرنا، انا حاطط هنا الخلنجان، قطعه الخلنجان، وحاطط الحبهان، وحاطط القرنفل علشان خاطر اقدر انشيلها بعد كده ما تجيش في اسناني وانا باكل. تمام خلاص كده، يلا بينا هننزل كل دول كده ونقول بسم الله، نشوحهم تشويحه مع البصل. جميل. اول ما حطيت والله الريحه اختلفت، ريحه البصل اختلفت. وبعدين نقلب كويس بعد ما تدبل معايا شويه كده وريحتها تتغير كده زي ما انتم شايفين، هننزل عليها بالطماطم المبشوره، وكمان ننزل عليها بعد كده بصلصه الطماطم اهو. حلو قوي. ونسيبها يعني تتسبك مع بعضها شويه، ورشه الكركم اللي احنا قلنا عليها، وزي ما قلت نسيبها تتسبك معانا شويه، وبعدين نصفي الميه لو سمحت، نصفي الرز من الميه وهتهولي كده في المصفى. بصوا بقى الشكل عامل ازاي، اللون مختلف خالص اهو، والريحه مختلفه. في حاجه ما حطيناهاش لا هنا ولا هنا، في الملح، ما حطيناش هنا ملح ولا هنا ملح. جميل كده. ونسيب كل ده، اللحمه تستوي معانا تمام التمام. وهنا برضو بصوا بقى اللون، اللون بتاعنا الخلطه عامله ازاي، اللون مختلف خالص 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 اهو. هنيجي نحط بقى الرز بتاعنا. ما تنسوش ان اللحمه مستويه يعني 75% سوا، ثلاث ارباع سوا، مش محتاجه تستوي اكتر من اللي انا هعمله. فانا هحط الرز الاول اللي احنا سلقناه ونقعناه في الميه، قصدي نقعناه في الميه وصفيناه اهو، ننزله كله. جميل كده. وبعدين نقلب بقى التقليبه بتاعتنا دي. الشوربه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهي، بتاعت اللحمه اللي احنا سلقناها، نكون بندفيها كده او تكون سخنه. بص شكل الرز اختلف ازاي. جميل. وبعدين نيجي هنا ناخد اللحمه ونقلب برضو تقليبه. احلى كبسه ممكن تاكلوها، يعني حاجه كده من الحاجات الرائعه اللي طعمها حلو جدا، وطعم وكمان يعني ايه سهله في العمايل، ما فيهاش اي تعقيدات ولا اي حاجه خالص. وناخد الشوربه بتاعتي نصفي عليها كده، ما بنزودش بقى هنا من المرق كتير. ليه؟ لان انا مش محتاج ان انا اخدها، يعني الرز لما اتنقع معايا فهو مش محتاج ميه كتير، يعني الرز عشان بنقعه على الاقل من نص ساعة لثلاث ارباع ساعة، فهو مش محتاج ان احنا نعمل ناخد منه اكتر من لازم، يعني نزود له مية اكتر من لازم او مرق. نمسح بس هنا حوالينا. جميل.
بصوا بقى المنظر عامل ازاي. انا هستنى عليها تغلي، هزود ممكن ازود شويه كمان لو حبيت، لكن هي طبعا طالما الرز اتنع فما بيبقى مش محتاج مرق كتير. شوفوا لونها عامل ازاي، طعمها بقى انتوا اللي هتحكموا عليه. انا مستني بس تغلي، اول ما تغلي هقوم اغطيها وبعد كده هسيبها لغايه ما تستوي معانا. احلى شويه كبسه ممكن تاكلوها، جميل قوي اهو. نغطي بقى ونسيبها تغلي مع بعضها علشان تستوي معانا، مش محتاجه ازود اي حاجه تاني خالص. بعد شويه بالظبط اقل من ربع ساعه هنقدر ناكلها، يعني بعد اقل من ربع ساعه، لان انا عندي اللحمه مستويه على الاقل 75% تسويه، وكمان الرز منقوع بقاله اكتر من نص ساعه، فعشان كده مش هتاخد وقت كتير في التسويه. هغطيها تمام وهرجع اقول لكم بقى احنا عملنا ايه بالظبط. احنا عملنا الكبسه، جبنا كيلو من اللحمه الضاني سلقناه في ميه فيها بصل وجزر، هناك بصل وبصل وجزر وكرفس وورق لورا وكمان حبهان، تمام اهي. واللحمه بدات تغلي معانا اهي، بصوا شكلها مع الكوجرني بتاعنا اهو، تمام حلو. حطينا اللحمه هنا تغلي وتستوي لغايه ما تبقى در، يعني تسويتها حوالي 75% تسويه، تمام. اول ما بتوصل لده بطفي عليها النار واشيل اللحمه عشان ما تستويش اكتر من اللازم، لان لو سبتها في المرق بتاعها هتستوي خالص. وبعدين اصفي الشوربه بتاعتي اخليها على جنب واخلي اللحمه على جنب. في نفس الوقت بجيب بصلتين كبار بقطعهم مكعبات كده صغيره، وثلاث معالق من السمنه بقدحهم واحط عليهم البصل اشوحه تشويحه، وبعد كده بنزل بثلاث طماطميات مبشورين وكمان المنكهات بتاعتي اللي هم ثلاثه من الليمون الناشف وثلاث عيدان قرفه خشب وكمان قطعه من الخلنجان، ورقتين من اوراق اللورا، خمس وحدات حبهان وخمس وحدات من القرنفل، كل ده بحطهم معاها. وبعدين معلقتين صلصه طماطم ومعلقه صغيره من الكركم، شويه ملح، وانزل عليه بالرز بتاعي اللي احنا نقعناه زي ما انتم شايفين على الاقل نص ساعه، وصفيته ونزلت عليه بيه. وبعد كده حطيت المرق او الشوربه بتاعتنا اللي هي كنا خدناها من ناتج تسويه اللحمه وضفناها عليها، وبالهنا والشفا. ما تنسوش الحبهان والقرنفل والخلنجان، انا حطيتهم في قطعه شاش عشان خاطر ما ينتشروش مع الرز واجي اغرف الاقيهم باكلهم مع الاكل بتاعي. عشان كده بعد ما حطينا الكبسه كده وحطيناها قدامكم هنستاذنكم ناخد فاصل، بعد الفاصل هنكمل مع بعض. ما حدش راح في اي مكان، الجديد الممتع التعليمي دايما هتلاقوه على الشيف يوسف برنامج مطبخ الحياه، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض شويه كبسه كده لذيذه، في سلطه بتتقدم معاها اسمها سلطه الدقوس او الدقس، سموها زي ما تسموها، بتعمل بالفلفل او بالطماطم، فاحنا هنعملها بالطماطم كده، طعمها حلو قوي ولذيذه وروعه. مقاديرها حوالي 3 4 ثمرات من الطماطم، قرنين فلفل حامي، خمس فصوص ثوم، ومعلقتين كزبره خضراء، ورشه كزبره ناشفه، وشويه ملح، ويلا بينا، وكمان معلقتين من الخل. تمام كده، بسيطة ولذيذة وهتعجبكم جدا 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 وروعة الروعة. طبعا كلنا أكيد كلناها قبل كده، أو اللي سافر السعودية أو اللي كل في الأكل السعودي موجود في مصر شفتوا بقى، بتتقدم مع الكبسة، بتتحط كده على الرز، بتبقى طعمها حلو قوي. من الأساسيات يعني بتاعت الكبسة. هذكركم تاني، احنا حطينا هنا زي ما انتم شايفين حوالي 3 4 طماطميات، وعليهم كمان خمس فصوص من الثوم، وقرن فلفل حامي، وكمان عليهم معلقتين من الكزبره الخضراء، ورشه من الكزبره الناعمه، وبنضيف عليهم اخر حاجه معلقتين من الخل وملح. بس كده؟ بس كده. طعمها حلو جدا وروعه الروعه، بس لازم ناخدها نفرمها ونقدمها قدامكم ان شاء الله. حلو، حاولوا تجربوا الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي لانها طعمها حلو قوي. ونشغل، بسم الله، ننعمها خالص بس كده. بس كده خلاص، هي دي. ايه السهوله والحاجات اللذيذه دي؟ طبعا احلى
سلطة ممكن يتقدم جنب الكبسة بمنتهى السهولة وروعة الروعة. هنشيل بقى كده ونروح علشان نغرفها في طبق اهو، خلوها هنا عشان نقدر نشيلها تاني ونفضي كده. بسم الله. في ناس بتحب تحط على وشها شوية زيت زيتون برضو، ما فيش اي مشكلة. ده سلطة سلطة الدقوس او الدقس بمنتهى السهولة، حاجة لذيذة جميلة حلوة قوي. هنسيب السلط وبعدين هننقله هناك اهو، ونرجع علشان خاطر نعمل مع بعض نوع الحلو بتاعنا وهو عيش السرايا. عيش السرايا من الحاجات الجميلة، من الحاجات الرائعة، تبقى كده لذيذة وطعمها حلو قوي. مقادير العجينة بتاعته، مقادير العجينة بتاعته موجودة زي ما قلت في كل بيت، عبارة عن ربع كيلو من الدقيق، ربع كيلو من الدقيق العادي، وربع كيلو من الدقيق السومولينا. يبقى ربع كيلو من الدقيق العادي وربع كيلو من الدقيق السومولينا، وكمان عندنا معلقة خميرة ومعلقة سكر ومعلقتين لبن بودر ورشة ملح، وكمان عندنا نص كوباية من الزبدة وبيضة، وبعد ما تستوي معانا وهوريكم شكلها هنحط عليها سيرب تقيل ولون احمر، سيرب تقيل ولون احمر، وكمان هنجيب عليها قشطه على الوش. ولكن يلا بينا علشان خاطر نعملها مع بعض العجينه. هنقول بسم الله وناخد مباشره الدقيق عليه دقيق السومولينا، السكر، البيضه، دي اللبن الباودر، رشه الملح، معلقه الخميره. جميل كده. وبعدين نخلطهم مع بعض الاول خلطه كده بسيطه، وبعد ما نخلطهم مع بعض زي ما انت هتشوفوا كده هزود عليهم ميه شويه بشويه، هزود عليهم الميه شويه بشويه عشان كده مش عايز تبقى العجينه طريه. عشان كده بالراحه خالص اهو، هروح اجيب بقى الميه وانتوا شايفين اهو قدامكم، ونزود الميه شويه بشويه كده عليها. تمام. واحنا بنزود الميه كده زي ما قلنا نقطه بنقطه، هنروح اوريكم شكل العجينه ولكن بعد ما اتخمرت معانا. بس لسه هنضيف هنا الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، يبقى بنعجن كله مع بعضه. نص كوبايه من الزبده، ونزود السرعه شويه بقى. عايز اوريكم شكل العجينه قبل وبعد، بس ما هنوريكم دلوقتي. زود السرعه. بدات العجينه تلم معايا، بدات العجينه تطلع معانا كده خليط متجانس. انا ما زودتش غير معلقتين ميه، هرجع ازود تاني معلقه من الميه واحده، ونبعد كده الميه عننا ونستنى لما كله يختلط مع بعضه. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بسيبها تتخدم مع بعضها شويه، وبعد ما تتخدم مع بعضها شويه هنرفع ده كده خلاص. ونعمل ايه بقى عشان هنعجن بايدينا؟ هنعمل زي ما هتشوفوا العجينه بعد ما تتفرد، وهنحطها في درجه حراره 200 علشان تستوي معانا وتبقى زي المخبوزات العاديه. زود السرعه شويه بقى. شايفين العجينه لو بصينا عليها من فوق لمت معايا ووصلت للمرحله اللي انا عايزها، يعني زي ما انتم شايفين اهو. الله ينور يا ياسر. زود السرعه. تمام. حلوه قوي. السيرب بتاعي اهو لما ضيف عليه اللون لازم يبقى سخن، لازم السيرب يبقى سخن علشان خاطر تتشرب معايا. ما انا مش هحط الاثنين، عشان كده انا مجهز سيرب سخن، بس كل واحده كل مرحله او كل خطوه بخطوتها. يلا بينا نوريكم بقى شكل العجينه نفسها بعد ما عجناها وخدمناها كده اهي. نرفع كده ونيجي هنا. بسم الله. ادي العجينه بتاعتنا دي قبل ما تتخمر اهي، دي قبل ما تتخمر، قبل ما تتخمر. تمام. وهقربها من الثانيه، ودي بعد ما اتخمرت. يبقى دي قبل ما تتخمر اهي اهي، ودي بعد ما اتخمرت. شايفين الفرق اهو؟ تمام. حلو قوي. دي قبل اهي اللون حتى مختلف، ودي بعد. انا دايما بحب اوريكم العجائن والوانها بعد ما تتخمر وقبل ما تتخمر.
حلو قوي. هشيل دي كده واجي اخد دي كده بالراحه بعد ما اتخمرت معايا، ونحطها في فورمه، وناخد اللي هي لسه ما اتخمرتش علشان خاطر نشيلها تتخمر، وفي نفس الوقت نيجي مع بعض علشان خاطر نوريكم بقيه الحاجات بالراحه. كل حاجه قدامكم بالتفاصيل. هنا بقى انا بفرد العجينه بايدي كده لغايه ما تتملي تملى معايا علشان تملى معايا زي ما بقول الفورمه بتاعتي، او لو عندي صينيه احطها في صينيه مدوره عشان تطلع زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو. ملت معايا الفورمه، اسويها عشان ما يبقاش فيها تعرجات خالص. جميل. دي تعمل قد ايه؟ دي تعمل اتنين، دي تعمل اتنين من عيش السرايا اللي هنشوفه دلوقتي، او يعني لو عايزين نعملها اكبر شويه ما فيش مشكله خالص، نضغط لغايه ما الحروف كلها تبقى كده متسكنه، وبعدين زي ما بقولت نفردها كده عشان ما يبقاش فيها اي قطع. حلوه قوي. واسيبها شويه كده بتاع 5 دقايق وادخلها الفرن، بسيبها 5 دقايق كمان ترفع معايا شويه وادخلها الفرن. بعد ما بدخلها الفرن انا هسيبها كده شويه وبعد كده ندخلها الفرن. هنعمل ايه؟ هنيجي بقى استوت معايا وطلعت، هنعمل زي ما هتشوفوا كده. حلو. بناخدها نشيل الحروف ونشيل الاطراف ونشيل كمان الوش من فوق ومن تحت. خد يا محمد من فضلك دي. تمام؟ اهي قدامكم اهي، بنشيل الحروف والاطراف وبنشيل كمان من فوق ومن تحت، يعني لو بصينا كده اهي من فوق ومن تحت متشال اهو. تمام. حلو قوي. هنجيب طبق الغرف، طبق الغرف بتاعنا اهو، وبعدين نيجي هنا نقول بسم الله. طبعا احنا حاطينها ليا شيف يسري على شبكه كده علشان اما اجي اسقيها بالشربات بتاعي اللي هو السخن ده ينزل الزيادات جوه الصينيه بتاعتي اهو. نسقي، لازم يكون سخن، لازم يكون سخن عشان تتشرب منه. نغرق ما تقلقوش، كل الزيادة هتنزل معانا. وبعدين نجيب معلقة ونضغط عليها كده ونجيبها الحروف. تمام اهو. بصوا بقى اه، شايفين احنا بنعملها كده عشان تتشرب كلها، ما يبقاش فيها ولا قطعة مش متشربة. تعالوا معايا كده علشان نروح اهو وناخد اهو. تعالوا معايا قربوا كمان عشان تشوفوا معانا احنا بنشربها ازاي. ما تقلقوش خالص، هي متماسكه، هتبقى زي ما انتم شايفين كده متماسكه اه. حلو قوي. بنشيل الزيادات، ولو حبينا نزود تاني نزود تاني. جميل. لازم كلها تتشرب، ما يبقاش فيها اي قطع ما فيهاش. تمام. بصوا اه تمام، نزود تاني شربات او سيرب ملون كده باللون الاحمر الجميل ده. واه حلو قوي كده، شايفين لونها اه بالهنا والشفا. انا بس بحب دايما اوريكم كل التفاصيل، كل الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها معانا هنا، عشان خاطر كده قلت لكم ان احنا دايما بنوريكم كل حاجه عشان خاطر تقوموا تعملوها دلوقتي ما يبقاش فيها اي صعوبه في العمايل. حلو قوي. ناخد من ده كمان نشرب، ما فيش مشكله خالص. انا بس ايه لغايه ما احس ان هي شربت كل الشيء السيرب بتاعنا. جميل. والسيرب زي ما قلت لازم يكون سخن، ما يكونش بارد، علشان خاطر طبعا احنا هنا العجينه بتاعتي او الخبز بتاعي كان بارد، فالاثنين يتشربوا من بعض او العكس. حلو قوي كده. تمام. هنجيب القشطه بتاعتنا ونعملها بطريقه بقى مختلفه المره دي. هنعمل القشطه النهارده بطريقه مختلفه خالص. انا طبعا باخد كل اللي نزل الزيادات دي خساره واشربها كده. تمام اهو، بشرب كمان ونيجي كده على الحروف لغايه ما احس ان هي خلاص يعني شربت وشبعت من الشربات بتاعنا. خلاص كده احنا مش عايزين
نعمل اكتر من كده. بصوا بقى، انا جيت عملت ايه؟ القشطه جبتها وحطيت شويه مكسرات، اي شويه مكسرات تحت، اي شويه مكسرات كده في صينيه، وبعدين قمت ضاغط عليها بالقشطه وسبتها في الثلاجه تمام التمام كده، وحطينا كيس تحت ونرفع الكيس عشان اوريكم بس شكلها عامل ازاي اهي، وهنحطها في النص. دي طريقه جديده، ولكن مش هحط دلوقتي، انا هحط بعد ما نفرق، بعد ما نغرف الطبق بتاعنا قدامكم. هنيجي هنا بقى زي ما قلنا برضو، نرفعها كده نقول بسم الله، لانها طبعا اما بتتشرب معانا، اما بتتشرب معانا بتبقى طريه جدا جدا جدا. احنا برضو هناخد كده الحروف دي عشان كلها تبقى مليانه كده، ونرفع ونقول بسم الله. حلو قوي ده، خلاص هنصفيه هنستفاد بيه تاني. وبعدين هنيجي هنا نجيبها في النص اهي، ونقلب عليها زي ما قلت القشطه بتاعتنا اللي احنا عملناها، حطينا شويه مكسرات، اي شويه مكسرات عندي ان شاء الله، حتى سوداني اي حاجه انا بحطها كده. وبعدين ممكن نرش رشه فستق كمان من اللي احنا عملناها فاكرينه حواليها او جواها، بس سنتر دي في النص اهو. حلوه قوي، حاجه جديده مختلفه زي ما انتم شايفين، روعه، من عيش السرايا. طبعا هم بيعملوا عيش السرايا في اي مكان، بيحطوا القشطه كده حواليها دوائر، لكن انا حطيتها النهارده بطريقه مبتكره، حاجه جديده خالص اول مره بتشوفوها. تمام تمام، زي ما انتم شايفينها حاجه جميله رائعه. قلنا هنجيب شويه مكسرات كده نحطهم على الوش، او ممكن نعمل كمان قطع من الكريمه حواليها. الحاجات دي كلها بسيطه، وانا بس حبيت اوريكم طريقه عمل عيش السرايا من الالف للياء. هنيجي هنا ناخد شويه، فاكرين الفستق اللي احنا عملناه قدامكم اللي هو كان فستق بالسوداني، هو ده. نقفل كده بشكل لذيذ. بعدين عندنا مشروب النهارده سهل قوي، بلح باللبن. طبعا كل الناس هتقولك بلح باللبن يا عم هو ده حاجه يعملها الشيف يوسف، لا انا عامل فيه اختراع جديد النهارده بجد لازم تشوفوه. في البلح باللبن عامل اختراع بسيط كده حلو قوي، هيعجبكم اكيد اكيد اكيد. وبرده نحط هنا برده لو عايزين، طبعا ده سوداني عشان ما حدش يقولك ده بيحط فستق كتير والكلام ده كله، وقلت لكم عملناه ازاي قبل كده وعملناه مع بعض اهو. وهنا خلاص غرفنا، غرفنا عيش السرايا قدامكم اهوت بطريقه بسيطه، وعملناه قدامكم من الالف للياء. يا رب يكون عجبكم. هنرجع دلوقتي عشان خاطر نروح نعمل زي ما انتم شايفين، هنعمل شويه مشروب من البلح باللبن، ويلا بينا. بسم الله. هناك جميل، يلا بينا. ابص بقى على الكبسه قبل ما اعمل اي حاجه، انا موطي النار عليها عشان تتشرب معانا وريحتها طلعت. يلا بينا نشوف بقى الكبسه بعد ما نستعرض قدامكم بلح عيش السرايا اهو. تمام بسم الله، احلى كبسه بجد يا جماعه، الريحه حلوه، الريحه حلوه. شايفين الرز عامل ازاي؟ بالهنا والشفا. استوت؟ طبعا استوت سوى كامل. تمام، نعمل بقى شوية العصير بتوعنا ونغرف بعد كده الكبسة ونوريكم كل الحاجات دي ان شاء الله، وتكونوا مستمتعين معانا. هنيجي بصوا بقى، انا عملت ايه؟ عندي نص كيلو من التمر الطري، نص كيلو من التمر الطري، ولتر او لتر ونص لبن، وشوية سكر لو حابين السكر ده، شوية سكر لو حابين. وكمان عندنا هنا نص كوباية من الكريم شانتيه، ربع كوبايه من الكريم شانتيه، يبقى عندنا نص كيلو لبن، نص كيلو بلح، وكمان لتر او لتر ونص من اللبن، ولو حبينا نحط نص كوبايه سكر مفيش مشكله خالص، وربع كوبايه من الكريم شانتيه. ايه موضوع الكريم شانتيه ده بقى؟ هو الجديد اللي انا بتكلم عليه. انا طبعا نقعت التمر مع البلح اهو،
تمر الطري مع اللبن عشان خاطر يبقى طري شويه. وعند الخلاط بتاعنا وهنقول بسم الله، ناخد كده التمر، وطبعا قلت لكم طري، تمر طري مش تمر ناشف. وبعدين ناخد عليه اللبن بتاعنا، نقرب كده المسافات، لغايه ما نملى الخلاط بتاعنا. وبعد كده هنحط الكريم شانتيه بتاعنا. طبعا انا عامه ما بحبش سكر مع التمر واللبن، لكن اللي عايز سكر انا قايل نص كوبايه سكر لو حب حد يضيف اضافه، ده اللي انا بتكلم عليه. يعني لو حابين تضيفوا شويه سكر ده حاجه ترجع لكم انتوا. جميل، خلاص كده كفايه. هنحط بقى الكريم شانتيه عليه ربع كوبايه، ونيجي كده نحرك بس ده هنا علشان خاطر ايه نشتغل براحتنا. ننظف هنا قبل اي حاجه. تمام كده اهو، حلو قوي. حطينا هنا ايه تاني، هذكركم نص كوبايه، نص كيلو من التمر، عليه لتر او لتر ونص من اللبن، وربع كوبايه من الكريم شانتيه، وكمان حطينا لو عايزين تضيفوا السكر. وهنشغل بسم الله. تمام، هنطحن. بعد ما هنطحن لغايه ما ننعم خالص هنصب فيه قدامكم في الكاسات والكوبايات. عشان كده احنا خلصنا المشروب بتاعنا، وخلصنا الكبسه وشويه السلط بتاع الدقوس، وكمان عندنا عيش السرايا. هنستاذنكم ناخد فاصل، بعد الفاصل هنكمل مع بعض ونوريكم شكل الحاجات الجميله اللي احنا عملناها ما حدش شوف في اي مكان، عشان خاطر صوت الخلاط المزعج دوت. بعد الفاصل هنشوف كل الحاجات، خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض الكبسه باللحمه، وعملنا كمان السلطه بتاعتها، سلطه الدقوس او الدقس زي ما انتم عايزين، وكمان عملنا عيش السرايا بطريقه سهله وبسيطه، وعملناه من الالف للياء، وشويه عصاير كده اللي هو بلح باللبن، ولكن اضفنا له كريم شانتيه باودر. يا رب تكونوا مستمتعين معانا، الاكل النهارده مشهي جدا، هيعجبكم جدا. زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.